بارك الله فيكم. هذا السائل من السودان رمز لاسمه أبو محمد ألف ألف، يقول: هناك أناس يصومون في رمضان ولكنهم لا يصلون، فهل يقبل منهم الصيام في مثل هذه الحالة؟ نرجو منكم التوجيه. من ترك الصلاة متعمدا فإنه لا يصح منه صيام ولا غيره، لأنه يعتبر كافرا، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهؤلاء لا يصح صيامهم ما داموا تاركين للصلاة بالكلية متعمدين، لأن العبادات إنما تصح من المؤمن، وهؤلاء ليسوا مؤمنين، فلا تصح منهم العبادات بترك الصلاة متعمدين. نعم.